أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم افتح باب الخير لجميع المسلمين. اليوم الأحد 28/4/1442، الاتجاه إلى السوق حراج الخضار في بريد العامر دائما لتغطية الحراج اليوم في هذا السوق. الله يوفق الجميع دائما. طبعا البطاطس ما شاء الله كجملة من مزارع الطين المنتجة دائما، الربطة الواحدة ب3 ريال كجملة، بطاطس طازج من مزارع الطين ما شاء الله، هذا من انتاج مزارع برضه الطين، بطاطس طازج الكيس الواحد ب2.5 ريال. في فرق، احنا قلنا في فرق بين الحراج اليومي. الله يوفق الجميع. هذا مزارع ما شاء الله بطاطس برضه من انتاج مزارع الطين، الكيس الكبير كجملة 6 ريال، والكيس الصغير كجملة ب2.5 ريال. اليوم الأحد في حراج سوق الخضار في بريدة، اليوم ما شاء الله سوق بطاطس، الانتاج البطاطس اليوم بالسوق بكمية كبيرة ما شاء الله، اليوم بالسوق الله يوفقهم إن شاء الله. بطاطس الآن 15 ريال كجملة سام. 14 قضيته سام 14 الآن. أحد له شف؟ أحد له خاطر؟ الآن ها 14. كم بعته عليه؟ 14؟ 14 بيع اليوم الخيار كجملة 14 ريال جملة اليوم في حراج سوق بريدة، الفلين الواحد 14 ريال، الخيار اليوم بيع كوسة الآن بيعت بالجملة ب10 ريال، الفلين الواحد 10 ريال، الخيار ما شاء الله يسام الآن كجملة 5 ريال. هلا عويد برارة مو بالطيب، خيار عويد يعني وسط، تقول وسط خيار وسط عويد اسامه الان بالجمله ب5 ريال، لكن النوع الجيد الممتاز الان يحرج عليه يصل سعره الى تقريبا لا اقل من 20. اليوم كم مكتوب؟ طبعا هذه كلها حمضيات ما شاء الله، اللغه الافندي من انتاج مزارع حايل ما شاء الله، الفلين كجمله 8 ريال، بيع كجملة 8 ريال، انتاج مزارع ما شاء الله، برتقال الشحية ما شاء الله نوع جيد ما شاء الله، وهذا ليمون الشحية كم الليمون؟ على 12 ابو زارع 12 ريال كجملة، وهذا برتقال حبة كبيرة كم هذا 8 ريال؟ هذا 12 10 ريال 10 ريال حبة كبيرة، وحبة وسط 8 ريال ها؟ 8 ريال، انتاج مزارع الشحية. اي نعم. والافندي؟ الافندي على 7 ريال الافندي على 7 ريال برضه من انتاج مزارع الشحية، الله يوفقهم. هذا فندي ما شاء الله نوع برضه ثاني لون احمر حلو شيخ، ذا حلو هذا، حلو هذا 8 ريال انتاج مزارع الشحيه ما شاء الله، برتقاله مليده ما شاء الله برضه اليوم كجمله 8 ريال، برتقاله مليده، هذه حمضيات مليده ما شاء الله، الليمون كجمله ب5 ريال، والافندي على 7 ريال، وذا شو اسمه بكم؟ 10 ريال الله يوفقهم كجملة اليوم سوق بريدة اليوم. طبعا هذا قرع أصلوبية ما شاء الله كجملة، الفلين الواحد 5 ريال، قرع مزارع أصلوبية الفلين الواحد 5 ريال كجملة. طبعا هذه كوسة طازجة حرج عليها وتنبع اليوم 9 ريال، الفلين الواحد كجملة. طبعا هذا فلفل حار حلو كجملة ما شاء الله، الفلين الواحد 3 ريال كجملة، والبيتجان 7 ريال اليوم كجملة، يباع ب7 ريال كجملة اليوم البيتجان. الله يوفقهم. 11 ريال. طبعا الكوسة ما شاء الله الحين سام 11 ريال لحد السيارات اللي تبحر عليها الحراج الحين. 11 ريال سام الآن. على 11. كوسة طازجة. طبعا هذا الفلفل ما شاء الله البارد حبة وسط 7 ريال بيع كجملة. والبيتجان اليوم على 8 ريال كجملة بيع. 8 ريال بيتجان طازج. من مزرعة حق؟ البدايه من مزارع البدايه العامره دائما ما شاء الله بالانتاج ما شاء الله يوفقهم ما شاء الله. طبعا الخيار اليوم اسعاره مرتفعه جدا لقله الانتاج فيه، كجمله الان بيع ب 20 ريال الفلين الواحد، والكوسه اليوم بيعت كجمله ب 11 ريال الله طازج ما شاء الله، الفلين الواحد ب2 ريال، اللي اقل شيء تاخذ 10 فلين، اقل شيء 10 فلين. هذا خيار طبعا انتاج مزارع مليدة، لا بكريه، انتاج مزارع بكريه ما شاء الله، هذا الخيار الان بالجمله ب10 ريال، وهذا الخيار النوع الثاني كجمله اليوم مزارع بكريه
15 ريال. هذا منتاج برضه طماطم مزارع ذكرية كجملة ب10 ريال كجملة. والفلفل الفلفل 8 ريال. فلفل كجملة 8 ريال مزارع ذكرية. والبيتجان ما شاء الله نوع جيد ما شاء الله حبة كبيرة ب4 ريال. ب4 ريال حبة كبيرة من مزارع ذكرية ما شاء الله يوفقهم. كل هذا إنتاج مزارع ذكرية اليوم في حراج الأحد. طبعا هذا إنتاج مزارع المجمع ما شاء الله خضار منوعة وصلت السوق الآن يقومون بتسويقها في سوق بريدة. الطماط هذا ب5 ريال حبة صغيرة. طماط كجملة من مزارع المجمع حبة صغيرة ب5 ريال. وهذا حبة كبيرة نوع فاخر يقولون ب12 ريال. وهذا الفلفل 8 9 ريال. فلفل ما شاء الله من مزارع المجمع الآن طازج ب9 ريال كجملة. كله انتاج مزارع المجمع ما شاء الله العامرة دائما بالانتاج الزراعي وتسويقه في أكبر سوق للخضار في منطقة القصيم سوق بريدة العامرة دائما بالتسويق. انتاج مزارع الحمادة ما شاء الله العامرة دائما عندهم سعرين للطماط. هذا بكم صغير ده؟ 10 ريال كجملة كجملة. وهذا ب 12 ريال طماط ها 13 ريال ها 13 ريال كجملة. انتاج مزارع الحمادة ما شاء الله العامرة دائما عندهم نوعين من الطماط قلنا احنا. هذا ب 10 وهذا ب 13 ريال النوع الثاني هذا كجملة. طبعا هذا بيتجان من انتاج مزارع الطراق القصيمية ما شاء الله كجملة ب 5 ريال مزارع طراق التابعة إلى القصيم. طبعا هذا هدد حبة كبيرة من انتاج مزارع العقول ما شاء الله التابعة لبريدة من رياف بريدة العقول. هدد كجملة 7 ريال. طبعا الفلفل الملون 35 الملون 35 البارد هذا من انتاج مزارع مليدة مليدة بريدة القصيم ما شاء الله. ها الله يوفقك ما شاء الله. هذا قرع انتاج شحية القصيم ما شاء الله كجملة 8 ريال كجملة 8 ريال اليوم الأحد. طبعا هذا من انتاج مزارع مخرم التابعة لمنطقة القصيم عندهم انواع من الفلفل. الفلفل الأحمر 8 ريال كجملة. وعندهم الفلفل الأخضر 7 ريال كجملة. وعندهم برضو انتاج اللي هو الباذنجان الطازج الحبة الكبير ما شاء الله كم بعتوه خالد كجملة؟ 3 ريال ما شاء الله. حق اللي يدور المحشي واللي يدور طال عمرك المحشيات وذا عليهم ما شاء الله بيدجان مخرم التابع لمنطقة القصيم الله يوفقهم ما شاء الله. الملفوف الحبة 3 ريال اليوم كجملة. الملفوف 3 ريال كجملة اليوم. طبعا هذا إنتاج مزارع وثال التابعة للقصيم ما شاء الله عندهم التين الطازج ما شاء الله دائما اللي يوردونه للسوق تأخذ في اللينين ب15 ريال. في اللينين ب15 ريال من انتاج مزارع وثال التابعة للقصيم. انتاج مزارع حايل فلفل طازج ما شاء الله مزارع حايل دائما متواجدة في حقيقة سوق بريدة العامرة اللي هي الحقيقة من الأسواق الحقيقة النادرة التي تقوم بالتسويق الزراعي ويقصدها كثير من الحقيقة المناطق لجودة السوق وسرعة البيع فيه وكثرة الزبائن. فهذا انتاجهم من الفلفل ب8 ريال كجملة الفلفل الملون. والفلفل الأخضر على 9 على 10 ريال كجملة. فلفل حايل ما يحتاج ما مزارع حايل دائما ما شاء الله في الصدارة في هالسوق معنى المزيون ده ما شاء الله نعتبره من الحقيقة المبدعين في السوق والحقيقة من الدلالين الحقيقة اللي نفتخر فيهم في سوق بريدة من شباب بريدة المبدعين اللي دائما ما شاء الله حسهم في هالسوق يشجع الحقيقة الشباب انهم يقومون بعمل الدلالة في هذا السوق بدون حياء لانه هذا شباب ما شاء الله نفتخر بهم وعملهم ما شاء الله عملهم ما شاء الله طيب ونتمنى لهم التوفيق دائما. طبعا هذه فصولة ما شاء الله طازجة كجملة ب7 ريال ما شاء الله فصولة ب7 ريال طازجة كجملة. طبعا هذا ما شاء الله الزهرة من انتاج مزارع مليدة القصيم ما شاء الله ست حبات فيه كرتون ست حبات كم سعره؟ 6 ريال 6 حبات ما شاء الله زهرة مزارع مليدة القصيم ما شاء الله. عندهم برضه
البروكلي ما شاء الله الفلين الواحد كم؟ 5 ريال كجملة طازج من المزرعة مباشرة إلى سوق بريدة العامر دائما. الإنتاج ما شاء الله غافل الجماعة ما شاء الله المتواجدة دائما في سوق بريدة. عندهم الكيس الواحد الجزر ب 25 ريال. كم في من ربطة هو؟ 10 حبات. وعندهم الخس على 10 ريال الخس برضه من تاج غافل الجواء. الله يوفقهم دائما. ما شاء الله زهرة ان شاء الله جديدة طازجة من مزارع الشحية اليوم الأحد ب 5 ريال في اللي في 5 حبات والغجر حق 5 ريال والغجر برضه من تاج مزارع الشحية القصيم ب 5 ريال الغجر كجملة. هذا خيار من تاج مزارع مليدة طازج الآن وصل بالسيارات كجملة الفلين الواحد ب 15 ريال مزارع مليدة القصيم. وهذا الفلفل عندهم برضو هذا 30 ريال الحب الكبير. وهذا الحلو يسمونه 20 ريال وهذا 20 طبعا كله اللي نتكلم عنه احنا كجملة. والفلفل هذا 4 ريال كجملة عندهم ب 4 ريال كجملة من إنتاج مزارع مليدة العامرة دائما مليدة القصيم الله يوفقهم. هذا لوبا كجملة الفلين الواحد بيع ب 15 ريال لوبا المطازيز 15 ريال كجملة الآن يوم الأحد. طبعا هذا إنتاج ما شاء الله مزارع غفل جوا ما شاء الله أتابع على القصيم دائما يوميا ما شاء الله تجلب الخضار من مزارعها العامرة إلى أكبر سوق بالقصيم سوق الخضار في بريدة الله يوفقهم. كم بعت خالد تقول؟ على 12 الطماط معه اليوم طماط غافل الجواء التابعة للقصيم. والكوسة على 10 والكوسة ما شاء الله تم بيعها برضه ب 10 إنتاج مزارع غافل الجواء القصيم الله يوفقهم. مزارع السعيد اللي دائما عامرة ودائما متواجدة مزارع السعيد ما شاء الله تابعة لبريدة ما شاء الله دائما متواجدين بالسوق. عندهم الملفوف دائما ب 10 ريال الكيس فيه حوالي 6 حبات. وعندهم الزهرة ما شاء الله طازجة. عندهم كم مزارع خال؟ 8 ريال كجملة من مزارع السعيد. 5 6 8 10 طماط 10 ريال طماط كجملة طماط حبة كبيرة ب 10 ريال والكوسة 10 ريال بيعت كجملة ب 10 ريال طازجة. طبعا هذا طماط أم زهرة حبة كبيرة ما شاء الله بيع بالجملة ب 12 ريال ما شاء الله عليهم. فلفل الفلين الواحد الآن سوم ملون حبة وسط حبة وسط فلفل حبة وسط ملون سوم الآن 5 ريال. طبعا هذه فصول مليدة ما شاء الله مليدة القصيم كجملة ب 12 ريال مليدة القصيم 12 ريال ما شاء الله. فصول يا برضو سيارة ثانية الفلين كجملة ب 10 ريال الله يوفقهم. مزرعتكم قلت لنا وين انتم؟ الشنان دائما ما شاء الله مزارع الشنان ما شاء الله دائما ترد الى سوق بريدة صباحا كل يوم لقوة سوق بريدة بالحقيقة بالتسويق. مزارع الشنان التابعة للقصيم الحقيقة من المزارع ان شاء الله الرائدة في الانتاج الزراعي. نقول الله يوفقهم دائما وعندهم انواع كثيرة من الخضار التي ينتجونها يسوقونها في سوق بريدة العامر دائما بالتسويق. هذا ملفوف انتاج مزارع غافل جوا المتواجد دائما في سوق بريده العامر دائما التابع للقصيم. الحبه ب 5 ريال والكيس ب 10 ريال كملفوف. وعندهم الزهره برضه ب 10 ريال كجمله الله يوفقهم. مزارع الغماس ما شاء الله كجمله الحبه صغيره ما شاء الله نقول الفلين الواحد ب 5 ريال يبيعونه كجمله انتاج مزارع الغماس التابعه للقصيم. طبعا هذا فلفل حبه صغيره ما شاء الله كجمله بيع ب 5 ريال في الليل الواحد حبه صغيره فلفل بارد. هذا ابو عبد الله ما شاء الله احد المتسوقين ما شاء الله في سوق بريده ما شاء الله. سك الله بالخير ما شاء الله ابو عبد الله ما شاء الله انا اول مره الاحظك بالسوق ما شاء الله يعني اليوم ما شاء الله جايين السوق بريده على سمعته الطيبه ها وعلى ما شاء الله ارزاق وخيرات وانعام الله يديمه من نعمه امين ما شاء الله يعني انت ترى ان السوق اسعاره زينه ومناسبه اكيد جارك الحمد الله يوفقك الحمد لله. اهم شيء انه طازج كل شيء طازج قدامك كله طازج قدامك الله يطول واسعار مناسبه يعني اكيد الحمد لله تبي شكر
الله يطول عمرك. الله يسلمك على خيار العام يحرج عليه ب 11 ريال. 11 ريال. 11 ريال. خيار ب 11 ريال يحرج عليه الان. 11 ريال. 11 ريال. كجمله. 11 ريال. طبعا هذا قرع انتاج مزارع يونالجو التابع على القصيم، الكيس الواحد ب 10 ريال. هذا باذنجان اخضر ما شاء الله انتاج مزارع مليد القصيم بالجمله ب 10 ريال. والاسود بكم؟ كم الاسود؟ ب 4 ريال كجمله. مزارع مليده ما شاء الله التابعه للقصيم كجمله. هذا انتاج مزارع الظلفه، ظلفه القصيم. طماط نوعين عندهم، الحبه الكبيره تتراوح من تقريبا 12 13 ريال كجمله، والصغير يتراوح من تقريبا من 8 الى 9 ريال الى 10 ريال كجمله. اليوم في هذا بصل ما شاء الله طازج يومي ان شاء الله، الفلين الواحد ما شاء الله 8 ريال كجمله، والجزر الجزر الكيس الواحد ب 10 ريال، والهدد على 8 الهدد كجمله بيع ب 8 ريال. والباذنجان باذنجان 5 و6 و4 باذنجان 5 الى 6 ريال كجمله. طبعا خس امريكي الفلين الواحد كجمله ب 5 ريال، خس الامريكي كجمله ب 5 ريال. السام الان ب 4 ريال الفلين الواحد كجمله. يستاهل. كجمله الباذنجان السام الان 4 ريال. ما شاء الله رمان الشحيه ما شاء الله حبه صغيره ما شاء الله وسط، الفلين الواحد 6 ريال. واذا تبي منهم اكثر من الفلين ممكن يخفضون لك شوي بعد. يعني ان بغيت واحد 6 وان بغيت اكثر من واحد ممكن يخفضون لك شوي. اي والله كالرمان الله يوفقهم. طبعا هذا طماطم الرياض اللي هو يجي كمستطيل يعني انتاج مزارع الرياض، الفلين الواحد ب 15، واذا حبيت اكثر من واحد ممكن انهم تساعدون معك يخفضون لك شوي الله يوفقهم. طبعا البرتقال انتاج مزارع الغماس ما شاء الله حبه كبيره، الفلين الواحد ب 7 ريال، والبطاطس كيس كبير ما شاء الله برضه الكيس الواحد 7 ريال الله يوفقهم. طبعا هذا قرع ما شاء الله الفلين الواحد بريالين، قرع بريالين ما شاء الله عندهم الان الفلين الواحد، ان بغيت حب فلين واحد البرتقال مصري ما شاء الله الكرتون الواحد ب 25 ريال كرتون واحد، واذا تبي اكثر من واحد يتساعدون معك ترى، اذا تبغى اثنين ثلاثة اربعة حيكون السعر اخفض من سعر الكرتون الواحد. عندهم ما شاء الله افندي برضو، عندهم انتاج افندي برضو، انتاج الشحية ما شاء الله من الافندي الطازج ما شاء الله. الفلين كم تبعونه؟ هذا على 12 على 12 ريال، واذا بغيت اكثر من حبة برضو انهم يخفضوا لكم السعر. هم عندهم طريقتين، تبي حبه له سعر وتبي كم يعني مجموعه يعطونك سعر ثاني، نقول الله يوفقهم ويبارك لهم ان شاء الله دائما. يشوف اليوم حراج سوق الخضار في بريده الاحد 28/4/442 تمت التغطيه هذا اليوم، والسوق ما شاء الله فيها الحقيقه نشاط حيوي اليوم، وفي زياده من الانتاج اليوم اللي هو اكثر ما فيها اليوم الكوسه والطماط والخيار على انه سعره مرتفع الخيار، والبطاطس هذه اكثر نشاهد اليوم الاكثر الانتاج في التسويق في سوق بريده العامر دائما. اتمنى للجميع التوفيق والله يوفقهم.